في ظلال السيرة. رعاية عبد المطلب. فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا لا تفارقني أبدا، لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم، ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع ويرق لحاله، فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا. كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة. في ظلال السيرة.